خط دفاع النادي الاهلي الحقيقه واحد من نجوم خط الدفاع النادي، رامي ربيعه مدافع الفريق هيعود لقياده دفاع فريق النادي الاهلي امام الانتاج الحربي ان شاء الله يوم الجمعه بعد تعافيه من الاصابه. سلامه رامي. الحقيقه في لعيبه كده بتبقى يعني حظها وحش بالذات مع الاصابات، ونجوم كتير جدا الحقيقه اثرت على الاصابات على مسيرتهم وعلى مشوارهم. نتمنى ان شاء الله تكون اخر اصابه لكابتن رامي، واحد من المدافعين الحقيقه اللي نتوقع ليهم ان هم يكونوا ليهم مستقبل باهر مع النادي الاهلي. سويسري فايلر في